السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. بغداد موجودة، أوكي. على أي واحد من هذولا؟ طبعا ممكن أيضا نعمل رفرش مرة أخرى. أوكي، this is Baghdad. Connect. الآن إحنا موجودين على بغداد. الانترفيسز، هذه أربع انترفيسز موجودة ببغداد، لأنه هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، وللإنترنت حطيت واحد، فصارت أربعة. فعندك هنا ال DHCP client، أحذف هذا، أوكي. عرف من جديد إيثرنت 1، سوري 2 3، وعدنا 4، أوكي. bound all of them bounded. طيب عندنا من الطرف الثاني اللي هو من موصل لبغداد. طيب احنا في موصل عرفنا، يعني الان هو واصل لحد النيتورك 3 للموصل، بس لكن في هذا النيتورك بيختلف، صح؟ اذا نفس الفكره، هي فقط مجرد انه انا اضيفها. طيب كيف اضيفها؟ اضيف موصل اي بي. يعني هنا انا اجي، لاحظ هنا انا ضفت من؟ ضفت اي بي كركوك على موصل، صح؟ هذا موصل. وايضا هنا ضفت من؟ ضفت الرينج الأربعة اللي هو هذا، أوكي؟ أيضا عرفته عن طريق كركوك. إذا حتى أنا أجي أعرف، لاحظ حتى أجي أعرف في بغداد، الآن إحنا موجودين في بغداد، خلينا نعمل ping system أو tools، عفوا ping، نكتب 10.0.0.100، تصور 100 كان، صح؟ 101، أوكي. 101، أعمل start، لاحظ time out، ما عندك أي اتصال مع أربيل. خلينا نجي نعمل هنا، في عدنا هذا DHCP ما نحتاجه، interface، أوكي. في عدنا routes. طيب في routes احنا عدنا 3 غير متعرف، صح؟ إذا 3 حنعرفها على أساس من؟ على أساس الـ IP اللي موصل اللي موجود هون، صح؟ طيب IP موصل اللي موجود في هذا الطرف هو قديش؟ خلينا نشوف، هذا 7، إذا هون 7، 10، أوكي؟ هذا 10، 7، 0، 0، 10، أوكي؟ خلاص نرجع على بغداد. في بغداد حنضيف، حنقول له أنت تتعرف بهذا النيتورك اللي هو 10، 3 على 24، هذا النيتورك على أساس أي gateway؟ على أساس ال gateway اللي هو هون لموصل، أوكي. هذا في بغداد، الموصل هو 10.7.0.0.10 اللي هو هون، 10.7.0.10. خلنا نعمل أوكي ونشوف. أها reachable، لاحظ active static، هذا static router. طيب خلينا نجي نعمل مرة أخرى ping timeout request stop. ليه؟ لأنه إحنا عدنا، طيب إحنا هنا في موصل عدنا connect، صح؟ إحنا مفروض من عدنا أيضا نعرف ماذا؟ لاحظ هنا في الroute list، لاحظ هذا عرفنا إحنا الأربعة، كذلك عرفنا هذا، مفروض هذا الاي بي ايضا عرفه اللي هو الاساس اللي هو هذا المكان، هذا عرفه بدلاله من؟ بهذا، اوكي. خلينا نجرب، لو نجي ايضا نعرفه بدلاله هذا، عفوا لو نجي ايضا في بغداد نعمل another route، اوكي. خلينا ناخذ هذا الاي بي كوبي، نجي هذا الاي بي نعمله بهيك شكل، اوكي. لاحظ all 000، جرب البينج تايم اوت ريكويست، هذا 10 على 24، ابلاي، اوكي. لاحظ reachable. طيب خلينا نجي نعمل ستارت، لا also تايم اوت ريكويست. طيب شو الغلط اللي احنا عملناها يا ربي؟ الطرف الثاني
اوكي اذا احنا هنا شو اللي مفروض احنا نعرفها؟ مفروض من عدنا نعرف ايضا الاربعة. خلي نشوف ايضا حنعمل زائد على هذا الاساس. تعال 10 4 10 4 اوكي 10 4 على 24 like this slash apply okay reachable start لا I'm time out request انصحوني وين الغلط. طيب احنا هنا عرفنا موصل ليهون موصل ما عندك مشكلة صح؟ شو اللي عرفنا احنا في الموصل؟ اكيد في خطأ انا عملت. لاحظ هنا start البينك موجود. شو اللي عملت انا في موصل؟ هنا انت عندك 10 وعرفت الاربعة فقط. 10 على هذا والأربعة على هذا. الآن لما أجي أعرف هون هذا الباث 10 10 على 4 على IP جديد. هذا also على IP جديد. أوكي it's pink. أوكي بالطرف الثاني اللي هو موصل. في الموصل المفروض هذا المفروض الاي بي لهذا. خلينا نشوف الاي بي لهذا قديش كان. هذا all reachable. زين المفروض 10 هذا السورس كيف احنا عملناها. حعمل بوز وارجع لكم بس اعرف الخلل وين. اعدنا لكم من جديد. طبعا المشكلة كانت بسيطة جدا انه انا كنت مفروض انه ارجع لي كركوك راوتر كركوك سبب انه ما كان يعمل بينج. لاحظ انا سمحت للنود اذا نرجع لجينيس 3 لاحظ هنا النود هذا 2 صح. هذا الاي بي 2 اوكي. المفروض كان من عندي انه اني اسمح هذا الاي بي يعني هذا اسمح له بهذا الاي بي يعني هذا الاي بي يمر على هذا الاي بي. كيف انا عملتها؟ لاحظ هنا بكركوك ضفت هذا الرينج الاي بي اللي هو هنا على من على هذا الاي بي اللي هو مال كركوك. كان لازم اذا ما تضيفها ما راح يتعرف. لاحظ هنا هذا الرينج اللي هو بين موصل وكركوك ضفتها على اي بي من اي بي كركوك اي بي موصل عفوا اي بي كركوك اي بي موصل. لاحظ هنا هذا اوكي هذا اي بي كركوك طبعا والاي بي موصل دوبليكيت. خلينا نسويها اوكي. هذا اي بي موصل الاثنين اي بي كركوك هو 3 اوكي عفوا. اذا انا دخلت الكركوك اوكي براوتر كركوك دخلت وجيت عرفت هذا على هذا اوكي. لاحظ مال موصل جيت سمحت له لانه موصل هو المربوط بهذا النود. فمن قلت له اوكي لاحظ من اسوي له ديزيبل خلينا نجي نعمل بينج. لو نجي نعمل ping start حيعملنا time out تمام. هذا منه اللي هو أول راوتر اللي هو أربيل هون. طيب لو اجينا أيضا على الأربعة كذلك عفوا هنا
4 ب100 ستارت هم حيعطيني تايم اوت. تمام، لو اجينا على 3 لاحظ ويا موصل 3 2 في عندي بينج. اوكي ليه؟ لان هنا نلاحظ في بغداد انا ايش عرفت؟ عرفت الثلاثة. اوكي اول شيء جيت عرفت هذا، اوكي هون كيف عرفته؟ لاحظ جيت عرفت هذا الرينج، اوكي اللي موجود بين موصل وكركوك، عرفته على من؟ على الاي بي اللي يربط موصل مع بغداد. لاحظ هذا اللي يربط مع بغداد، اذا هذا كل الرينج عرفته في هذا المكان اللي هو في بغداد. لاحظ هنا هذا اي بي من موصل، اذا رجعنا للاي بي موصل لاحظ عن طريق موصل اني اجي اعرف هذا بين موصل وكركوك. بعد ذلك جيت قدرت اسوي بينج، لو اجيت اجرب على كركوك ما راح يسمح. لاحظ ما راح يسمح ليه؟ لانه كركوك غير متعرف. جيت بعد ذلك عرفت من الرينج الاربعة اللي هو بين كركوك واربيل، صح؟ بين كركوك واربيل. اوكي كيف عرفته؟ جيت عرفت الرينج بالكامل ومع من؟ مع اي بي الموصل، بمعنى انه الاي بي الموصل حتقوم بتعريف هذا الرينج وهذا الرينج وهذا الرينج. اوكي الرينج الاول، الرينج الثاني، الرينج الثالث، ثلاثتهم تقوم تعريفهم وين؟ في بغداد. على اساس من؟ على اساس اي بي الموصل، اوكي اللي هو 10. اوكي لو عملنا هذا الدوبليكيت بغداد قديش؟ 11. اذا بالنسبه لبغداد حتى يستطيع دخوله على هذا الرينج وهذا الرينج وهذا الرينج، مفروض انه انا اعرفه على هذا الاساس، يعني اجي اضع 10 3 0 0 على 24 على هذا الاي بي، و10 4 0 0 على 24 على هذا الاي بي، و10 0 0 0 0 على 24 على هذا الاي بي. اوكي فانا هذا الشيء عملته وين؟ عملته في بغداد. لكن ستيل بعد ما عرفتهم، لاحظ هذا عرفت على موصل، اوكي هذا الرينج اللي هو اربيل داخلي، وهذا الرينج اللي هو بين كركوك وموصل داخلي، اوكي على اي بي موصل. لاحظ وايضا عرفت هنا هذا الرينج اللي هو بين كركوك واربيل، اوكي ايضا على اي بي الموصل، لكن ستيل بعدني ما استطيع انه اعمل هذا الشيء. ليه؟ لانه اني مفروض من عندي انه هذا النوت، عفوا هذا النوت الرينج اللي موجود هنا لازم اعرفه بكركوك. فلهذا جيت على كركوك، جيت على كركوك وعرفت هذا الرينج على اي بي من؟ على اي بي الموصل. اوكي لانه هو موصل هو المتصل، موصل هو المتصل بهذا الرينج، فحتى اعرفه في كركوك اقول له انت عن طريق هذا الاي بي اللي هو صديقك اللي بين كركوك وموصل، كركوك يعرف هذا الاي بي صح، لكن ما يعرف هذا الرينج من الاي بيات، فحتى اعرفه على كركوك اقول له انه انت عن طريق هذا الصديق تتعرف باصدقاء موصل الموجودين هنا. اوكي هي الفكره. فاجيت هنا عرفته، خلينا نعمل اكتف. بعد ذلك لما اجي هنا أنا ادخل على كركوك الاحظ انه في بينج، لو اجيت على 4 اللي هو بين كركوك وبين اربيل ستارت، لاحظ هذا كركوك 100 كركوك 101 اربيل، خلونا نجرب على اربيل. لاحظ ايضا اكو بينج. ستوب خلينا نجرب على الداخل اربيل، اوكي اللي هو 10 100 101 اللي هو راوتر اربيل الداخلي. لاحظ اذا بهيك حاله احنا قدرنا نعمل كونفيجريشن لمن؟ لغايه بغداد. يعني الان احنا وصلنا لغايه بغداد، الان بقى من بغداد داخل بغداد. اوكي اخلي الاتصال، الان عملت الاتصال من داخل اربيل وبين اربيل وكركوك وبين كركوك وموصل وبين موصل وبغداد، بقى من بغداد الى الداخل. فكيف راح اعمل هذا الكونفيجريشن؟ هذا حنشرحه بالدرس القادم. اللي هنا اقول لكم مع السلامه.